أشرف عواض الكونكورد الطائر الذي أبهر الجميع بتصويباته الصاروخية، استطاع منذ بداياته أن يلفت الأنظار إليه بشدة. وبالرغم من أن بزوغه كان في سن صغيرة وداخل مركز شباب عين الصيرة، ولكن بفضل توهجه وقدرته على إثبات ذاته نجح في خطف الأنظار إليه من قبل مسؤولي النادي الأهلي. تدرج في صفوف الناشئين والشباب داخل القلعة الحمراء قبل أن يصعد للعب مع الكبار في موسم 89، ولمع وتألق ليجبر الجميع على احترام موهبته، وتم استدعاؤه للمنتخبات الوطنية، ومعها صال وجال في كافة البطولات والأحداث الدولية. عواض الكبير أو الكونكورد الطائر نجح في حصد العديد من الألقاب رفقة الشياطين الحمر، سواء بطولات للدوري الممتاز أو كأس مصر أو بطولة إفريقية أو البطولات العربية، وهو ما دفع مسؤولي نادي مونبلييه الفرنسي للتعاقد معه لمدة موسمين في 2000-2001 و2001-2002، ثم خاض تجربة احتراف بدول الخليج العربي. استطاع عواض رفقة منتخب الفراعنة الفوز ببطولة العالم للشباب عام 1993 تحت قيادة الراحل جمال شمس في البطولة التي احتضنتها القاهرة، وتوج بها منتخبنا الوطني على حساب المنتخب الدنماركي. ثم شارك في 3 دورات أولمبية أعوام 92 ببرشلونة، 96 بأتلانتا، و2000 بسيدني. وفي الدورتين الأخيرتين نجح أبناء النيل في الحصول على المركز السادس. وكان نجم الأهلي كابوسا مزعجا لجميع الحراس بسبب تصويباته الصاروخية والمفاجئة، والتي دائما ما كانت تتسم بالقوة وتخترق أقوى الدفاعات. أما على المستوى الفردي فقد اندرج اسمه بين أفضل 3 لاعبين في بطولة العالم لليد عام 2001، والذي حصل فيه المنتخب الوطني على المركز الرابع، وهو أفضل مركز حققه منتخب إفريقي حتى هذه اللحظة.